اخواتي المشاهدين في كل مكان في العالم، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من البرنامج الاسبوعي المميز يعود فيحيينا، وده اللي ربنا بيعمل فيه كل اسبوع، بيعمل احياء. والمقدمه اللي موجوده في التتر: الا تعود انت فتحيينا. فالرب عايز النهارده يعمل ليك احياء، إحياء لنفسيتك اللي ماتت، إحياء لروحك اللي فقدت الانتعاش الفترة اللي عدت، إحياء لروح الفرح اللي كانت مصاحباك وملازماك على طول جدا، وديلك فترة مش عارف تفرح ولا عارف تنطلق ولا عارف تسعد، وحياتك مدمرة وحياتك متألمة. النهاردة ربنا عمل الحلقة دي مخصوص علشانك، حلقة مميزة جدا مع ضيوف مميزين بعنوان يمكن للبعض غريب. اتعلمنا يا اخواتي الغاليين نسمع ان البليد سقطاته كتيرة، وسقطات الشخص اللي سقطاته كتيرة فده بليد، وتعلمنا الشاطر اللي ما يسقطش ولا ما يوجعش في أي وجعة. لكن النهاردة عنوان الحلقة عنوان غريب: وجعة الشاطر، وكيف الشاطر يوجع والمفروض الشاطر ما يوجعش، وهل في وجعة مفيدة من الشاطر ده؟ أسئلة كتيرة وعندنا إجابات مهمة جدا مع ضيوف مميزين. تعالوا نرحب بيهم ونشوف ربنا عايز يكلمنا بإيه. مبسوط جدا جناب القسيس وائل، في كل مرة أكون بسمع الرب على فمك بشكل واضح جدا جدا، وبعتز مش مجاملة ليك قدام كل الناس إنك من أكثر الأشخاص اللي بعتز بيهم وأثروا في حياتي بحياتهم قبل كلماتهم. وأثق النهاردة إن الرب يأيدك في كلام مهم جدا جدا. حبيبي أخي يوسف، أنا لي الشرف أكون موجود معك هنا في الأستوديو، وكمان أنا مبسوط أن ربنا يستخدمنا كلنا نوصل رسالة الرب لشعب الرب اللي بيتابعونا على قناة الكرمة. رب يباركك. كمان شكرا. مبسوط جدا جدا بمرنم بفتخر، وكلنا بنفتخر أنه ربنا أكرمنا في أرض أسيوط بمرنم ممسوح ومؤيد بكلمات خاصة وتسبيحات خاصة ومسحة خاصة. في كل مرة بسمع الرب فيك بشوف الترانيم كلها يا أخي وسام بكل أمانة بدون مجاملة، الرب حاضر في كل ترنيمة بيديها لك، وأثق النهاردة أن تأييد الرب ليك في كل ترنيمة يكون قوي جدا. أمين. شكرا يا أخي يوسف، شكرا لمحبتكم ودعوتكم، ومبسوط جدا أكون معاكم أنت وجناب القسيس وائل، وبصلي أن الرب يكون بيدينا وقت خاص لمجد اسمه. أمين. أصدقين أن الرب يقودك في بداية الحلقة بترنيمات رائعة. أمين. كالمعتاد اللي تعودنا نسمع. أمين. الرب فيك. تفضل. أمين. تعال نفسي نبدأ مع بعض وإحنا بنقول للرب: نفسي أقربي بالشوق من كرسي رحمته. ينفع النهاردة في البداية وانت داخل قدام الرب تقرب من الرب، نتقدم بثقة إلى عرش النعمة. تعال نقدم عبادة ليه، حتى لو جاي المرنم في الترنيمة اللي جاية بيقول في حمل ذنوب وفي حمل من العدو وفي ضغط، لكن النهاردة الرب يمسك بيمينك ليرفعك اسم إله يعقوب. يلا نحاول نقول مع بعض الكلمات التراثية الجميلة دي: نفسي قربي بالشوق من كرسي رحمتي، نفسي قربي بالشوق من كرسي رحمتي، حيث يسوع للدعاء يصغي بنعمتي، حيث يسوع للدعاء يصغي بنعمتي. يا من وعدت المتعب بالراحة العظمى، يا من وعدت المتعب بالراحة العظمى،
أقترب مطالبا بوعدك الأسماء، أقترب مطالبا بوعدك الأسماء، من حمل آثامي ومن ضغوط أعدائي، من حمل آثامي ومن ضغوط أعدائي، ربي أريحني إذ أنا آتي بأرذائي، ربي أريحني إذ أنا آتي بأرذائي. يا رب كن ترسل لي وملجأ حصين، يا رب كن ترسل لي وملجأ حصين، فحجتي للمشتكين دماؤك الثمين، فحجتي للمشتكين دماؤك الثمين. هاليلويا، يدهشني حب الذي بدا على الصليب، يدهشني الحب الذي بدا على الصليب، به غداوت باسمك أدعو فتستجيب، به غداوت باسمك أدعو فتستجيب. يسوع المسيح بيوضح ليك النهاردة إن هو بيستجيب. يمكن يكون عندك طلبة ممكن تكتبها في التعليقات، يمكن يكون عندك أي أمر منتظر استجابة الرب لي. أرجوك اسمعنا واسمع صوت الرب من خلال أولاده اللي موجودين في الحلقة. هات كتابك المقدس وتعالى اسمع الرب عايز يعلمنا إيه من وجعة الشاطر. السيس وائل، الحلقة عنوانها ناس كتيرة تسألت فيه، هاجي أسألك وأقول لك ليه اخترت عنوان وجعة الشاطر، بس هقرأ نص ليك من رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 15 بداية من عدد 3، وبعد كده هرجع لك ليه اخترت عنوان من وجعة الشاطر. أمين. اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وإنه دفن، وإنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وإنه ظهر لصفا ثم للإثني عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا، وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا، لأني أصغر الرسل، أنا الذي لست أهلا لأن أدعى رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله، ولكن بنعمة الله أنا ما أنا، ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة، بل أنا تعبت أكثر من جميعهم، ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي. وجعة الشاطر، عندي سؤال في العنوان الرائع اللي حضرتك اخترته. تعلمنا أن نسمع أن الشاطر ما يوجعش والبليد دايما ليوجع، فأنا نفسي أسأل مع أخواتي المشاهدين يعني إيه وجعة الشاطر، وإيه المفيد من أن الشاطر يوجع، وإزاي لو الوجعة دي مفيدة نتعلم منها.
طبعا انا عارف ان العنوان يمكن يكون غريب شويه علينا، لان احنا طول عمرنا نسمع ان الشاطر ما يوجعش. صح، الشاطر دايما ماشي في سكته واخد باله كويس. لكن مرات كتير الشطاره دي بتبقى شطاره غير نافعه. فالنهارده العنوان بتاعنا بيتكلم عن شاول الطرسوسي، او بيتكلم عن بولس اللي وجعه من ضمن أعظم الأمور اللي حدثت في حياته، لأنها غيرت مجرى حياته. بولس كان شايف نفسه شاطر، كان شايف نفسه بيعمل أمور عظيمة كثيرة، لكن كان محتاج للوجع دي أنه يجع قدام الرب، عند أقدام الرب، يسجد من خلال السقطة دي، يسقط أمام الرب. وده أعظم حاجة أخ يوسف نتعلمها، أن كل رجوع في الحياة صعب إلا الرجوع إلى الله، هو أعظم شيء. كل وجع في الحياة مرة، إلا أن أنا أجع قدام أقدام الرب وأنزل على وجهي كما فعل شاول، سقط على الأرض أمام الرب وتغير كل مسار حياته بالكامل. يا روعة، عايز كده توضح أن الوجع قدام الرب هي أحلى وجعة. طبعا. أمين يا رب، النهاردة كل المشاهدين يجعوا الوجعة دي، وأنا أولكم، وصلي أن ربنا يوجعك الوجعة اللي فيها رفعة وانتصار، لأنها في إيد الرب. حضرتك تكلمت يا سيس وائل عن أن المقابلة اللي تمت ما بين الرب يسوع وشاول، في ناس بتقول أن دي رؤية. هل اللي بيقولوا رؤية دي، هل حقيقة أن هي رؤية ولا دي حقيقة؟ وهل لو حقيقة لها أدلة كتابية؟ طبعا في خلط بيحدث عند الناس ما بين الرؤية اللي بتعلن فيها أسرار من إلهنا للشخص، وما بين الحقيقة. فالمقابلة اللي تمت مع شاول مش مجرد رؤية، المقابلة اللي تمت مع شاول هي مقابلة حقيقية بأدلة وبراهين كتابية. وده واضح جدا، لأن شاول حكى اختباره 5 مرات، منهم 3 مرات في سفر أعمال الرسل. في كل مرة بيحكي، ومن أوضح المرات اللي فيها حكى اختباره، أني في يوم من الأيام لما كان رايح لدمشق من أورشليم، وتجابل معاه الرب يسوع في الطريق بمجد غير عادي وبظهور غير عادي، وأبرق حوله هو وكل الناس اللي معاه، أبرق حولهم نور عظيم جدا. النور ده بحسب أعمال الرسل أصحاح 22 وعدد 7، فبيقول الكتاب: أبرق حولي من السماء نور عظيم، فسقطت على الأرض وسمعت صوتا قائلا لي: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فالنور ده كان منظور لشاول، وكان كمان واضح جدا حتى للناس اللي مع شاول. شاول سمع صوت ربنا بوضوح، الناس اللي كانت مع شاول شافت النور بوضوح، سقطوا أيضا على الأرض. كمان لما شاول قام من السقطة بتاعته دي والسجود بتاعه، لما وقف كان مصاب بالعمى، أعمى في العينين، والناس اللي كانوا معاه أمسكوه بإيده وذهبوا بيه ووصلوه للمكان اللي كان شاول يقصده في دمشق. علشان كده كتابيا في ناس كانت شهود عيان على هذا الظهور، الناس اللي كانت مع شاول. كتابيا من خلال كل المرات اللي الوحي المقدس اتكلم فيها في الخمس اختبارات اللي حكاهم شاول، في 5 اختبارات يعلن شاول ان الله ابرق في ضوء النهار، في منتصف النهار، بنور عظيم، بمجد عظيم غير عادي، بشهادة شاول، بشهادة الوحي المقدس، بشهادة الجنود أيضا اللي كانوا خارجين مع شاول في الحملة دي ليذهبوا إلى دمشق. شكرا لحضرتك. البعض بيعتبر أن ترمومتر أهمية اللي عايزه ربنا بيتحط فيه الأناجيل، لو هي القصة مهمة دي، البعض اللي بيقول كده، لماذا لم تذكر في الأناجيل؟ ليه ما تحطتش في الأناجيل بشكل واضح كده من أهميتها الرائعة؟ حسب ما بيقول البعض أن مهم تتحط الحاجات اللي عايزها ربنا بشكل واضح في الأناجيل. واضح جدا من خلال كلمة الله أن الأناجيل الأربعة، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، الأربع أناجيل بيركزوا على ظهور أو ظهورات المسيح. إحنا عندنا المسيح بعد القيامة ظهر حوالي 12 مرة، في مرات اتذكرت في الأناجيل الأربعة، وفي مرات لم تذكر إلا في رسائل بولس. وعندي حاجة لازم نوضحها مع المشاهد الكريم، أن الأناجيل الأربعة ذكرت بعض الظهورات. يعني على سبيل المثال، لو حبينا نذكر منها، عندنا 5 ظهورات لتلاميذ المسيح.
مرة ظهر لسبع تلاميذ على بحيرة طبرية، مرة ظهر لعشر تلاميذ لأن ما كانش معاهم توما، مرة ظهر لحداشر تلميذ كان معاهم توما، ومرتين كمان ظهر في الجليل ومرة في جبل الصعود. دول اتكلموا عنهم الأناجيل الأربعة. عندي كمان ظهورات تانية كتير تكلم عنها الكتاب. عندي ظهورات لأفراد، عندي ظهور لتلميذي عمواس وده ظهور لشخصين، وعندي ظهور كمان للمريمات عند القبر في يوم الأحد أحد القيامة. عندنا كمان ظهور اتكلم عنه الكتاب في الأناجيل الأربعة، هو ظهور المسيح لمريم المجدلية، وده كان أول ظهور في فجر القيامة. عندنا كمان ظهورات لم تذكر في الأناجيل الأربعة. مش ده الظهور الوحيد الذي لم يذكر في الأناجيل الأربعة، لكن أنا عندي ظهور المسيح لصفا بمفرده، وده مهم جدا نعرفه، لأن الظهور ده ظهور بين المسيح وبين بطرس، والظهور ده لم يذكر منه، ولم تذكر المفاعلات أو التفاعلات اللي تمت أو الأحاديث اللي دارت بين المسيح وبين بطرس، لم تذكر في الأناجيل ولم يذكر هذا الظهور. كمان المسيح ظهر ظهورا أساسيا لفرد آخر اسمه يعقوب، يعقوب ابن حلفة، واحد من تلاميذ المسيح، أو نطلق عليه يعقوب أخو الرب، اللي ربنا سمح بعد كده أنه يكون أسقف لأورشليم، وخد فترة طويلة جدا أسقف لأورشليم بيحكم حكما عظيما، ورب ائتمنه على الخدمة في أورشليم مع بطرس الرسول. لكن الظهور اللي بنتكلم عنه النهاردة ده ظهور مهم جدا اتكلم عنه الكتاب في سفر أعمال الرسل أصحاح 9، ظهور الرب لشاول. علشان كده الظهورات اتكلم فيها الكتاب كلها أو معظمها في الأناجيل، وهذا الظهور أو بعض الظهورات الأخرى من ضمنهم لم تذكر في الأناجيل، ذكرت في الشاهد اللي حضرتك جريته كورنثوس الأولى 15. كمان ملحوظة ناخد بالنا منها أن رسائل بولس اتكتبت ما بين سنة 55 ميلاديا لسنة 60 ميلاديا، يعني قبل كتابة الأناجيل بحوالي 10 أو 15 سنة، لأن الأناجيل بدأت كتابتها من سنة 70 ميلاديا لسنة 100 ميلاديا. فالرسائل بتاعت بولس، خدمة بولس، اتكتبت قبل كتابة الأناجيل، وتذكر فيها الظهورات الخاصة ببولس وبيعقوب وبالخمسمائة أخ وكل الظهورات اللي احنا بنتكلم عنها في كلمة الله. رائع جدا. آخر ظهور حضرتك بتقول إن الرب ظهر لمين؟ لشاول. عندي ناس كتيرة جدا جدا قدام الشاشة دلوقتي بتعاني من خطاياها، وبتعاني من حجم بعدها عن المسيح، وبتعتبر إن كم الخطايا اللي عندها ما يقدرش يروح للمسيح وما يقدرش يسلم حياته. ممكن توضح لي إزاي شاول اتغير من شاول لبولس بالطريقة السريعة دي لحد ما بيجي حاجة عظيمة جدا؟ طبعا لاحظت في الكلام يا أخ يوسف فكرة من شاول إلى بولس. كان في ترنيمة عندنا في مدارس الأحد زمان تعلمناها وإحنا أطفال، إن من شاول إلى بولس غيرني يا قدير. أنا عايز بس يعني نلفت الانتباه أن اسم شاول ده الاسم اللي أطلقوا عليه أبويه، لأن شاول من أسرة يهودية تقية، الأسرة دي تتكون من أب وأم يهود، وناس كانوا يعني حازمين جدا في كلمة الله في شريعة الرب، ناس عندهم استقامة. والد شاول كان فريسي، وشاول اتنشأ نفس التنشئة فريسي، يهودي متشدد، يهودي مستقيم، يهودي عارف شريعة الرب كويس. فشاول ده الاسم اللي أبوه وأمه أطلقوه عليه. تمام. شاول معنى اسمه مطلوب، وأنا فكرت في معنى الاسم ده، ليه هم أطلقوا عليه اسم شاول، وليه يعني بالذات الاسم ده؟ لأن شاول فعلا كان مطلوب، ومطلوب من شخص مش عادي، مطلوب من السماء. أيوة. مطلوب من الملكوت، مطلوب ان في وقت معين في ملء الزمان هيكون هو ده الشخص اللي هيكون اناء مختار يحمل اسم الرب امام امم وملوك وشعوب في كل العالم. فشاول ده الاسم اللي اطلقوا عليه ابوه وامه كيهود. لكن كمان شاول نشأ في بلد اسمها طرسوس، وكان ليه اسم تاني هو اسم بولس. فاسم شاول واسم بولس واحد، اسمين لشخص واحد. أيوة، يعني مش قصة بولس دي علشان أنه اتغير، لا، مش موجود أي شاهد كتابي يقول أن المقابلة اللي تمت بين المسيح وبين شاول
المسيح غير اسمه من شاول الى بولس. لكن الكلام ده كتابيا ان شاول وبولس هما اسمين لشخص من بدايه حياته. اسم بولس ده الاسم اليوناني بتاعه، لان شاول كان ليه علاقه قويه او في الثقافه بتاعته الثقافه اليونانيه، فكان ليه اسم بولس اللي هو معناه الصغير. فالاسمين هما اسمين لشخص واحد. تمام. انما لما نيجي نتكلم مع بعضينا عن دعوة الله لشاول، الشخص ده كانت حياته يعني بوجهة نظرنا احنا الخارجية اللي احنا بنقيم بيها شخصية شاول، راجل جتال جتلة، راجل مضطهد، راجل مفتري. طبعا احنا الكلام ده مش جايبينه من عندياتنا، لكن ده كلام بولس عن نفسه او شاول اتكلم عن نفسه، فاحنا شايفينه بالصوره دي. لكن الصوره الكتابيه العظيمه اللي الرب عايز يوضحها، مهما كانت حاله الانسان زي شاول، مهما كانت خطاياه، مهما كانت تعدياته، مهما كانت ايديك متلوثه بالدم، مهما كان الذهن مليان بافكار شريره ملياك وماليه ذهنك وماليه احلامك وماليه ايامك، ايا كان الوضع اللي فيه الانسان، قوه الله وسلطان الله ومجابله واحده من يسوع المسيح لانسان مستعد عايز عمل الله فيه وعايز نعمه الله تغيره، ينفع الرب يغير الانسان ده النهارده في الوقت ده اللي انت بتسمعنا فيه، في الوقت اللي انت بتسمعنا فيه ده، مجابله مع الرب يسوع المسيح فيها انت بتظهر بكل امانه قدام الرب وتطرح نفسك قدام الرب، تطلع من قدام الرب انسان مختلف تماما. امين. الرب يباركك يا نبي القسيس وائل واجابتك الرائعه الجميله. اخواتي المشاهدين، بنكمل في حلقه بعنوان رائع جدا اسمها وجعة الشاطر. أرجوك وانت بتسمع كلمة ربنا افتح ذهنك وقول للرب كلمني. تعالوا مع بعضينا نسمع ترنيمة وبعد كده نرجع نكمل عنوان الحلقة. أنا شددني خالص الزهورات اللي كان بيتكلم عنها جناب القسيس وائل، وشدني كمان أن المسيح كان ينفع يروح لهيرودس وبيلاطس وقيافة، لكن كان بيدور دي مع الناس الفشلان واللي تعبان واللي محبط واللي مكسور واللي جالها سيب الخدمة بطرس وخد مجموعة من التلاميذ معه. فالمسيح الحي ده المقام بيدور على إخوات اللي بيسمعونا، لو أنت في الحالة دي النهاردة بيدور عليك. الترنيمة اللي جاية بتقول الكلام ده، بتحكي عن عينات الرب تقابل معهم وكلمهم، تقول كده هو إمتى أبويا سابني، بتيجي في عدد من الأعداد يقول كده وقت فشلي جاني هو، بتكلم عن بطرس، كنت ضايع وسط هو قال لي ارمي الشبكة جوة ويا هنايا لما قدني. وأول عدد بيكلمنا عن مقابلة المسيح أو المثل اللي حكاه المسيح عن الابن الضال، وهو راجع وهو واقع وهو كمان وضايع وفقد كل شيء، لكن إزاي المسيح في حالته، في حالة الابن ده اللي هو كان يستحق الرجم ويستحق الحجارة تنزل عليه، لكن يقول المرنم وأما قلت اقبلني خادم قام في حضن النعمة خدني. أنا بصلي النهاردة حضن النعمة النهاردة يقدر يرفع كل حد فينا ويقدر يحتوي كل حد فينا. جيت له خاين، جيت له آثم، هو حاط في إيدي خاتم. جيت له خاين، جيت له آثم، هو حاط في إيدي خاتم. وما قلت قبلني خادم أم في حضن النعمة خدني، هو إمتى أبويا سابني. جيت له خاين، جيت له آثم، هو حاط في إيدي خاتم. جيت له خاين، كان هو كنت ضايع
سابني هو انت ابويا سابني خدني والاسم نسبني ضمن بيته ام حسبني عمري ابدا في يوم ما سابني علني لما النهر جف شلني وسطي وضعف علني لما النهر جف شلني وسطي خوف وضعف قال لي انت في عيني ألف هبت قدامك يا ابني هو انت ابويا سابني هو انت ابويا سابني سابني ضمن بيته ام حسبني عمري ابدا في يوم ما سابني وسط حربي كان لي يا رايا وقت حيرتي كان مرايا وسط حربي كان لي يا رايا وقت حيرتي كان سابني هو انت ابويا سابني خدني والاسم نسبني ضمن بيته ام حسبني عمري ابدا في يوم ما سابني مفيش في يوم من الايام اخويا العزيز تلاقي الرب يسوع المسيح يسيبك اسمعني وانا بقول لك وانا فرحان جدا يمكن تزعل وتتألم ان كان في ناس سابتك او اتغيرت نظرتهم ليك نتيجة ضعفك لكن النهاردة الرب يسوع المسيح يقول لك انت المؤمن اللي ضعفت انا جاب لك بضعفك جاب لك بفشلك جاب لك بعدم امانتك حتى لو كنت خادم الفترة اللي عدت شغل قلبي جدا تعليق أخويا يسام وهو بيقول إن الرب اختار شخص يمكن كانت في حياته في نظرتنا فاشل فربنا النهاردة بيدور على كل فاشل بيدور على كل ساقط بيدور على اللي مش قادر يقوم أحد القديسين قال العبارة الرائعة صدقني وصدقيني ربنا بعتها ليك أنت إمتى تتدخل نعمة ربنا إمتى تيجي نعمة ربنا قال أولى مؤهلات أو أولى الحاجات اللي ربنا يتدخل فيها بنعمته إن الشخص يشعر بالفشل فمبروك عليك نعمة ربنا بالقيامة لو شاعر بالفشل لو خادم وسبت خدمتك لو اتعصرت أو عصرت أو مش قادر تقوم النهاردة تعالى أجع وجعة الشاطر الوجعة اللي تروح بيها ربنا وتقول له جومني مازال ربنا منتظر قيامتك مازال ربنا منتظرك تصلي مازال ربنا متوحش خدمتك صدقني ربنا متوحش خدمتك ومتوحش صلاتك ومتوحش كراستك ومتوحش قعدتك قدامه قوم ولو وجعت تعالى أجع في إيد الرب لأنه عمره ما هيسيبك ده اسمك اتنسب لإسمه تعالوا النهاردة يا أخواتي الغاليين وإحنا بنكمل في أروع كلام إزاي أجع وجعة الشاطر اللي اتعلمناها سيس وائل الكلام الرائع اللي حضرتك قلته عن الوجعة الرائعة اللي بتمنى كل مشاهد يجعها وكل خادم ومؤمن يجعها في إيد الرب الرب يسوع المسيح بعد القيامة خلص كل المهام وكل الظهورات اللي المفروض جام بيها بتفاجأ مفاجأة ان الرب بعد الصعود يعمل حاجتين يظهر لبولس وكمان بعد الصعود عندي سؤالين اشمعنى بولس او مين هو بولس عشان يظهر له ربنا بالذات واشمعنى بعد الصعود طبعا سؤال يعني مهم جدا
نقف قدامه ككنيسة وكخدام. ليه بولس؟ أيوه. ليه شاول؟ ليه كل ظهورات المسيح دونت أو تمت في وقت وجوده على الأرض مدة 40 يوم اللي بعد القيامة؟ تمام. وليه بالذات شاول؟ وليه بالذات الشخص ده يظهر له المسيح في ظهور حقيقي مباشر زي ما وضحنا مع بعضينا من خلال كلمة الله؟ طبعا لما نرجع لشخصية شاول، الشخصية الغامضة اللي في حاجات كتير احنا عرفناها عنها بالوراثة من خلال اللي فهمناه وسمعناه، لكن الشخصية دي حقيقي البحث فيها بحث عظيم جدا. شاول يطلق عليه فيلسوف المسيحية، لأن رسائل شاول أو رسائل بولس الرسول رسائل عظيمة جدا تحمل فيها فلسفة روحية عالية جدا، بتتكلم عن الله وعن الملكوت وعن عمل الله في كنيسته على الأرض. شاول واحد من ضمن الناس اللي تأسسوا في مدينة من أكبر 3 مدن على سواحل البحر الأبيض المتوسط، هي مدينة طرسوس اللي موجودة تابع مقاطعة كيلكية، ودي مدينة رومانية بحسب النسب، بحسب المكان بتاعها أو بحسب الهيئة بتاعتها، تابع مقاطعة رومانية اسمها كيلكية. بولس اتأثر جدا في المدينة دي، اتأثر تعليميا، اتعلم في أفضل المدارس في طرسوس. تمام. المدينة دي كانت مدينة مثقفة جدا، المدينة كمان دي كانت مدينة تجارية بسبب موقعها اللي كان مخليها على مستوى عالي جدا من التجارة والغنى كمان الغير عادي. المدينة دي كانت مدينة فلسفية، كانت الفلسفة فيها عالية جدا، عشان كده نلاقي ان بولس اتأهل مؤهلات غير عادية في الوقت ده اللي قضاه في طرسوس مع والده ووالدته اللي هم من سبط بنيامين أساسا، واللي هم يهود زي ما احنا وضحنا، واللي هم كانوا محافظين كمان على قدسيتهم ومحافظين على يهوديتهم، وأنهم كانوا من ضمن الناس المتشددين في كلمة الله أو في الشريعة الموسوية. بولس كمان من ضمن الحاجات اللي يعني مش عايز أقول لمعت، لكن الحاجات اللي ربنا عارفها في شخصية هذا الإنسان، بولس كان واحد من ضمن الناس اللي كان بيعمل بيده، كان شخص مجتهد، اتعلم مهارة وحرفة صناعة الخيام، وده ربنا استخدم الأمر ده في الخدمة بعد كده، لأنه كان متدرب، عنده تدريب، عنده قوة، عنده احتمال، يقدر بعد كده يتحمل أمور كتيرة، يقدر يعمل، يقدر يصرف على الخدمة، يقدر يساعد نفسه في خدمة الرب، يقدر ما يكونش بيثقل على حد، وده كان واضح جدا في كتاباته وفي الرسائل اللي كان بيكتبها. طبعا احنا عارفين ان بولس كمان اتأثر تأثر غير عادي بالثقافات، بالمجتمعات اللي نشأ فيها. بولس كان في طرسوس وتعلم هناك اللغة الرومانية، لأنه كان في مكان روماني، فالتعاملات معظمها تعاملات رومانية، كان واخد الجنسية الرومانية، وده أمر مهم جدا، هيئوا وجهزوا بعد كده وهو بيقوم بالرسالة بتاعته وبيوصل البشارة لأماكن كتير في العالم، كان بيتحرك على أساس أنه عارف لغة رومانية بيتكلم فيها، بالإضافة إلى لغة أجداده اللغة العبرانية. احنا بنشوف ان اللغة العبرانية في التوقيت ده بسبب ايام السبي البابلي والسبي الاشوري وبسبب تغرب الناس عن اورشليم زمن طويل مئات السنين، الوقت الصعب ده اللي فيه الناس سابت اورشليم، اللغة العبرية ابتدت تنقرض تدريجيا من عند الناس، لكن عند بولس كان عنده ثقافة يونانية، عنده ثقافة رومانية، وعنده ثقافة عبرية، علشان كده كل المؤهلات اللي احنا شفناها دي كانت بتقول ان الشخص ده يصلح أن يكون إناء مختارا في ملكوت، في ملكوت الله. حاجة تانية أخ يوسف، طبعا أي تلميذ شاطر لازم يكون له إيه؟ معلم شاطر. شاطر. تمام. والمعلم الشاطر يصبغ صبغته على تلميذه. تمام. والمسيح نفسه لكل المجد قال كلام مهم جدا، ان التلميذ لما بيتعلم عند معلم شاطر مرات يكون كمان ايه افضل من معلمه، من المعلم. تمام. بولس تتلمذ في اورشليم على يد معلم رائع من ضمن الناس اللي مشهود ليهم، اسمه غمالائيل، اللي معنى اسمه مكافأة الله. وانا مش بستغرب على الاسماء ومش بستغرب على الترتيبات دي، ازاي يكون هو شاول معنى اسمه مطلوب، وازاي يتتلمز عند اقدام معلم رائع اسمه غمالائيل اللي معناه مكافأة الله، ده معناه ان الرب بيجهز
في شخصية عظيمة جدا هي شخصية شاول. لكن حاجة تانية ربما تستغرب ليها أخي يوسف، أن كمان شاول كان عنده غيرة، كان عنده غيرة. الغيرة دي ليها تاريخ في الكتاب المقدس. داود يقول في مزمور 132 غيرة بيتك أكلتني. صح. في نحاس الغيرة عنده اشتدت جدا لما شاف المرأة الزانية والشخص الزاني داخل الخيمة ودخل بالرمح بتاعه وضربهم وانتقم منهم ووقف الوباء في التوقيت ده، لأن في نحاس غار غيرة الرب. شاول كان شخص يهودي قلبه مشتعل بالغيرة. وتقول لي الغيرة على إيه بالظبط؟ معقولة الجتل يكون غيرة؟ معقولة اللي كان بيعمله سجن الناس والاضطهادات اللي كان بيعملها والاضطرابات اللي حدثت بسبب هذا الشاول، معقولة ده ناتج من غيرة كانت جواه؟ لما نرجع لكلمات الكتاب المقدس نلاقي شاول كان بيغير. تتخيل بيغير على إيه شاول؟ شاول كان بيغير على المسيح، اللي هو المسيح، اللي هو المسيح، اللي هو عايش ضده، اللي هو بيحارب ضده وعايش ضده. كانت الغيرة على المسيح، هو منتظر المسيح كيهودي، كيهودي موجود في التوقيت ده منتظر المسيح. شخص المسيح اللي كان شاول بيضطهده هو ما إلا واحد نزل عاش على الأرض، وهذا الشخص انتهت حياته بنهاية مأساوية بالقتل، بأشنع وسائل القتل، بالصليب على يد الرومان. وشاول فاهم كويس أن الشخص ده تم دفنه في القبر بشهادة الناس وبشهادة الرومان. فشاول بالنسبة له المسيح ده ما إلا واحد من ضمن الناس اللي أبدعوا ضلالة وفي أتباع ليه، وشاول عنده محبة كامنة قلبية تجاه المسيح المنتظر. فكل اللي كان بيعمله من قتل وسفك دماء واضطهاد وسجن وكل الأمور اللي كان بيقوم بيها شاول، كان بيقوم بيها بسبب واحد بس، أنه بيحب المسيح وأنه بيدافع عن المسيح وانه بيحافظ على اسم المسيح المنتظر اللي هم منتظرينه كيهود واللي لسه جاي، وانه واقف ضد هذا الطريق اللي جاي واخد، انجاز لنا التعبير، اختلس اسم المسيح وخد الاسم ده واشتغل بيه. فهو واقف ضد اعداء المسيح وليس واقف ضد المسيح. فده اللي كان مالي قلب شاول. علشان كده عايز اقول حاجه مهمه النهارده. مرات كتير اخ يوسف احنا نكون بنخدم الرب بس توجه الخدمة بتاعنا خاطئ. مرات نكون بنعمل أعمال الله في داخلنا بطرق كثيرة جدا، لكن عندنا اتجاه خاطئ احنا ماشيين فيه. ربنا عايز يعدل الاتجاه ده، ربنا عايز ينقل شاول يقول له حبيبي أنا بحترم مشاعرك، أنا بحترم خدمتك، أنا بحترم كل اللي بتعمله من أجل الملكوت، لكن أنت محتاج تشتغل في التوجه الصح. الخدمة بحسب ما قاله المسيح، إن أراد أحد أن يخدمني فليتبعني، وحيثما أكون أنا يكون خادمي أيضا. علشان كده بولس كان بيخدم، شاول كان بيقدم خدمة لكن بيقدمها في التوجه الصح. كان بيقتل وهو مش عارف أنه بيعمل خطية، كان بيصنع أمور عظيمة وهو مفكر أن ربنا راضي عليه، زي ما ناس كتير النهاردة. وأنا لازم يعني الجزئية دي نقف قدامها أخ يوسف، لأن إحنا في حالة من المعاناة، في حالة من المعاناة الشديدة في الأوقات دي بسبب انتشار الميديا وبسبب انتشار الفيسبوك والواتس، وإحنا بنكتب رسائل كثيرة دايما ندين فيها خدام الله، ندين فيها أبناء الرب، ندين فيها المرنمين، ندين فيها الرعاة، ندين فيها الكهنة، وندين فيها المتفرغين لخدمة الله، وكأننا بنقدم خدمة لله على المنصات الإلكترونية. علشان كده أحبائي قد نكون نخدم مثل ما كان يخدم شاول. شاول ما كانش مفكر أبدا أنه هو بيعمل أمر مزعل ربنا منه، لكن كان مفكر أنه بيعمل حاجة مفرحة ربنا، مفرحة قلب السماء. النهاردة عايز أقول لك يا أخوي الخادم، يا حبيب قلب الرب اللي بتسمعني، احنا محتاجين نقوم سلوك بعض بالمحبة، محتاجين نسند بعض بكلمة تشجيع، محتاجين نعمل عمل الله بطريقة غير معتادة. انت محتاج تكبر وتكبر اخواتك معاك. ولاحظ معاي حاجة مهمة جدا، ان الكتاب يقول من يبغض اخاه فهو قاتل نفس. علشان كده لازم ناخد بالنا كويس واحنا بنخدم، هل احنا بنخدم الخدمة الصحيحة اللي تمجد ربنا، ولا احنا بنعمل حاجة بنقتل بيها نفوس أبرياء حوالينا بكلماتنا ومنشوراتنا اللي احنا بنعملها. وفي حتة تانية قسيس وائل، يعني أنا كيوسف مثلا عمري 27 سنة، هل عندي صلاحية لو عندي أنا كلام صح
ان انا انتقد شخص اكبر مني ولا دي تبقى لناس مستواها من القامه عالي ومستواها من الخبره الروحيه عالي؟ لان موضوع الفيسبوك اللي انت بتتكلم انا بحس ان فيه عدد كبير جدا من الناس بتستمتع باذيه او اشاعات او حتى اذا كان في بعض من الكلام الصحيح بيعممه لاذيه خداب الرب. نفسي توصل رساله واضحه للناس اللي زي كده اللي هم سنهم صغير، ولو انا خادم واخطات هل انا يترد عليا في فيس او يترد عليا ببوست او كده؟ طبعا الكتاب واضح جدا يا اخي يوسف لما بيتكلم يا حبايب ان المحبه تبني، واحنا لازم نفهم ده كويس، ان خادم الرب الامين اللي عايز يعيش بامانه للرب اللي شغال في الملكوت تمام. اللي بيخدم ربنا لازم يفهم اني لو كلامي مش بيبني اللي قدامي يبقى اكيد بيهده على النقيض تمام. لو انا بقول جمله الجمله دي هتعصر حد مني انا كده بهدم. مش عيب اني انا كبير وواحد صغير يجي يعدل عليا، بس برضو احنا لازم ناخد بالنا واحنا بنتعامل مع الناس الكبار اللي علمونا الناس الكبار اللي كبرونا تمام. الناس الكبار اللي احنا يعني زي ما قال بيلي جراهام مره في بيسالوه بيقولوا له انت وصلت ازاي للعظمه دي او وصلت ازاي للخدمه العظيمه دي؟ قال لهم ببساطه انا طلعت فوق اكتاف ناس عظماء وخدوني معاهم للعظمه. فانا العظمه والمجد اللي الرب وصلني ليه ده علشان في ناس انا اتعلمت معاها، في ناس كبرت على اكتافها. فما ينفعش النهارده احنا نقوم بعمليه تعجيز او كلمات سلبيه او كلمات ربما تصل الى حد الاهانات في خدام الرب الكبار الناس اللي علمونا. ينفع ان احنا نساعد بعض، صلي لاجله، اتصل بيه تليفونيا لو انت بتحبه فعلا وخايف عليه، اتصل بيه تليفونيا نقول له عندي استفسار، عندي تساؤل بخصوص الامر الفلاني اللي ظهر. لكن طبعا ما ينفعش ان احنا نشهر ببعض او نعيب بعض على الملأ والناس تتفرج على كنيسة الرب وعلى خدام الرب. محتاجين للأمانة، المحبة تبني. المحبة تبني. شكرا خالص ليك يا جناب القسيس، والكلامك الرائع دايما، أنا بحبك جدا وبشكر رب جدا من أجله كل مرة بتعلم منك. يعني هسألك سؤال بسيط في نفس النقطة دي وهنسمع ترنيمة كده من خلال اللي انت قلته اللي شرحته عن مين هو بولس. كان يستدعي ان الله يعمل استثناء بعد صعوده لشخصية مين؟ بولس. هل كل شخص ماشي في السكة الغلط يحتاج ظهور الرب زي بولس زي ما ظهر لبولس، ولا ممكن الرسالة دي أو الوسائل اللي الرب بيستخدمها دي ممكن أنا أتعلم ببساطة بدون ظهور الرب؟ لأن في ناس تقول لك إيه، لو أنا ماشي غلط يظهر لي ويوضح لي وعلامة ظهوره تخليني أمشي في الغلط. هل نحتاج في تقويم أخطائنا أو معالجة أخطائنا اللي احنا ماشيين فيها لظهور المسيح كما ظهر استثناء لبولس؟ طبعا يعني حكاية ان انا ما ظهر ليش الرب ما يكونش فيه دليل وما يكونش فيه وقائع والكلام ده كله. في ايام بولس وايام التلاميذ احنا ما كانش في ايدنا العهد الجديد، لم يكتب فيما بعد اي شيء من العهد الجديد، احنا بدأنا بكتابات الرسول بولس في العهد الجديد. فالنهاردة احنا معانا العهد الجديد اللي بيتكلم عن شخص الله، هي كلمة الله. علشان كده احنا ماسكين الكتاب المقدس في ايدينا، احنا معانا شخص الله. الكتاب يتكلم عن الكلمة النبوية، هي أثبت كل شيء، هي اللي بتدينا كل الإجابات عن من هو المسيح، مين الشخص ده، المحبة بتاعته بتظهر في ايه، اعلاناته بتظهر في ايه. كل الأمور اللي انت عايز تشوف فيها المسيح يعلنها المسيح من خلال كلمته. علشان كده وضع شرطية ان انا اتبع المسيح او امشي مع المسيح اذا ظهر لي ظهور حقيقي انت بتملي على ربنا وربنا ما حدش يملي عليه ولا يتحط في اطار. وما ينفعش نحط ربنا في اطار، وما ينفعش نقول ليه ربنا ظهر لبولس، ما يمكن في توقيت معين من محدد من قبل السماء التوقيت ده لازم يظهر فيه المسيح لبولس. يمكن التوقيت ده لم يتناسب مع وجوده في التوقيت ده أيام وجود المسيح على الأرض، لكن في وقت محدد من السماء، في ترتيب إلهي عظيم، الرب بيظهر في الوقت المناسب للشخص المناسب بالطريقة المناسبة. بس أهم حاجة قلبك أنت أخباره إيه؟ مستعد أنه يسمع ويشوف ويتفاعل مع كلام ربنا ولا لا، زي ما شاول تفاعل مع رسالة الرب. الرب يباركك، شكرا خالص ليك يا سيسوان. تفضل يا خيوسي. كل إناء مكسور متشقق، ربي جمالك فيه هيبان، فاضي ولكن فيك
بنصدق فيض مش بس يكون مليان. تعال نبارك الرب الكلمات اللي جايه لي. جمالك فيه هيبان فاضي ولكن فيك بنصدق فيض مش بس يكون مليان. شكرا ليك على تعبك فينا تشكيلك فخار حكيم على صبرك على كل فشلنا وأناتك يا أبو قلب رحيم. اظهر عمل النعمة في أوالي مليان عيون بس إيديك اتمدت وبترسم فيها المحبوب. أرجوك كمل شغلك فيها خليها أرجوك كمل شغلك فيها وأواني كرامة خليها تشكيلك هو المطلوب تشكيلك هو المطلوب. كل مقاصد قلبك لينا شغلك فينا ده شيء لحياتنا لازم هيكون رغم فساد شوه قوانينا رغم محاولات الشرير من زيك مش هتفشل فينا انت عظيم جاي بتغيير. اظهر عمل النعمة في أوان مليان بس إيديك اتمدت وبترسم فيها المحبوب. أرجوك كمل شغلك فينا وأواني كرامة خلينا. أرجوك كمل شغلك فينا وأواني كرامة خلينا تشكيلك هو وعطتنا معاه البركات قادر تشبع فينا نفوسنا وتعيشنا سماويات. لينا رصيد النعمة يفضل من قلبك دايما بيفيد وقت ما نتعب وقت ما نفشل تلحقنا بسندو تعطيد. اظهر عمل النعمة في أواني مليان عيون بس إيديك اتمدت وبترسم فيها المحبوب. أرجوك كمل شغلك فيها وأواني كرامة خليها. أرجوك كمل شغلك فيها وأواني كرامة خليها تشكيلك هو المطلوب تشكيلك هو المطلوب. سام ترك الترانيم الرائعة. نفسي أقول لك حاجة بس خايف لا تزعل مني. أقولها لك ما تزعلش؟ لا ما زعلش بأمانة.
رب يباركك. انا من اكتر الناس اللي بتعزى معاهم بدون ما ابذل مجهود وبدخل لمحضر الرب، الترانيم اللي الرب يقودك فيها، رب يأيدك ويرفعك دايما. شكرا ومستخدم، رب يباركك. شكرا خالص للرب اللي فيك. سيس وائل، نسمع عباره جميله جدا في اختبار بولس او قصه بولس او شاول زي ما وضح الاثنين واحد. شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك ان ترفص مناخس. ممكن توضح لي الجمله اللي احنا الكلمه اللي احنا بنقولها على طول، ايه المقصود بالمناخس اللي بيقول عليها صعب عليك ان ترفص مناخس؟ تعرفها لنا. سمعت كتير الجمله دي واحنا صغيرين، لان قصه شاول واحده من ضمن القصص اللي دايما نعلمها للاطفال في مدارس الاحد. فمن طفولتنا واحنا بنسمع كلمه مناخس. لكن حقيقي موضوع المناخس لما بحثت عنه لقيت ان التوقيت ده كان فيه حاجه بيستخدموها في التعامل مع الحيوانات. هي عباره عن عصا خشبيه طويله، العصا دي في نهايتها بيتركب فيها زي دبوس او ابره او مسمار كده رفيع، يتحط في نهايه العصا من قدام ويمسكها صاحب القطيع وهو طالع بالغنم او طالع بالبقر بتاعه للرعايه. في حيوانات تسمع الصوت بتاع الراعي، لما يسمعوا صوته يرجعوا مره تانية لمكانهم. وفي حيوان دماغه ناشفه، فالراعي يكلمه ويعمل له الصوت اللي هو مولف عليه يسمعه، مش بيرجع لمكانه، فيضطر يستخدم معاه المنخاز ده. المنخاز ده يديله شكه بيه كده، يخلي الحيوان يرجع تاني لصوابه او يرجع تاني لعمله، او ربما يكون شغال بيطحن مثلا تور، بيطحن في طحون او شغال في ساجيه ومش عايز يشتغل، مش عايز يتحرك، مش عايز يفوق، مش عايز يصحى. فاللي شغال وراه يمسك المنخاز ده ويديله شكه بيه يخليه يصحى مره تانية ويشتغل. دي فكره المنخاز بكل بساطه. والمنخاز بيحركنا اخ يوسف. ايوه، يعني في ناس كتير عايزه تتنخس، عايزه نخسه، عايزه شكه. في ناس كتير عايزه جرصه ودن علشان يعني تشتغل صح، علشان تذاكر صح، علشان تقعد كويس قدام كلمه الله، علشان ترجع كويس لعباده الرب، عشان ترجع كويس لخدمه الرب. مرات كتير بنحتاج لجرصه ودن كأبناء لأبونا السماوي اللي بيحبنا وعايزنا دايما نكون في الارتفاع، عايزنا دايما نكون أفضل. لازم من المنخاس اللي هم كانوا بيستخدموه، أو مازال دلوقتي في بعض المدارس تلاقي المدرس اللي نفسه يعلم في المدرسة دايما داخل واخد معاه عصاية. أيوة. مش نفسه يضرب بيها الولاد، يعني دايما اللي بيحب يعلم مش عايز يضرب، بس يوم ما بيفكر يضرب ويوم ما يفكر يستخدم العصاية يقول له انا هضربك علشان تتعلم. تمام. انا مش هضربك علشان انا قاسي عليك او مش بحبك، انا هضربك علشان تتعلم. ودايما نقول يا اخ يسام ان الاب اللي في البيت اللي ما يعرفش يضبط بيته، اللي ما يعرفش يكون اوقات كتيرة شديد وحاسم في بيته، تلاقي الولاد ولاده طالعين بطريقه فيها نوع من الخلل او عدم الاستقامه. علشان كده لازم في وقت بنستخدم فيه المنخاز ده. ربنا علشان بيحب بولس، وعلشان بولس من الشخصيات المتميزه بحسب شرح كلمه الله، على فكره بولس او شاول من ارقى الشخصيات لما نيجي نتكلم عليه ونيجي نشوف. تتكلم عنه كويس قوي يا سيس وائل، والطحن هو من الوعظ في المنبر. انت جاي في صفه ولا هو في حاجات بتوضحها من كلمه الله؟ احنا بكل امانه يعني بنوضح مصداقيه هذا الشخص في حياته. بولس بكل امانه من ارقى الشخصيات اللي ينفع ان احنا نقرا عنها ونشوف الكلام ده واضح جدا في الرساله. علشان كده قبل ما اتكلم عن المناخس اخ يوسف، في عندك في كورنثوس الاولى 1:15 اللي حضرتك قريته بيقول ان الرب في النهايه ظهر لي أنا آخر الرسل وكأنه ظهر للسقط. تعرف يعني إيه السقط؟ يعني لما يبقى فيه 6 حبلة وفي مرة من المرات كده حصلت أي مشكلة أو حصل أي ضعف للجنين فيحصل ليه عملية سقط، ينزل سقط كائن حي، طفل صغير لكن بلا حياة، ميت بلا قيمة. فبولس كان شخص متضع جداً، بيقول ان الرب ظهر لي انا اصغر جميع الرسل
وخلي بالك ان الكلام ده كان في توقيت ما بين 55 لسنه 60 ميلاديا، يعني بولس كان خدم خدمات كتيره وكان شبه جرب يخلص الرحلات التبشيريه بتاعته، شايف نفسه اصغر الرسل، شايف نفسه السقط ويرجع يقول ملهوش اي لازمه يعني، او شايف نفسه ان هو يعني ان دي كلها حلها في كلمه أنا ما أنا في عدد عشرة، أنا ما أنا، لكنها نعمة، نعمة الله. بولس كان شايف أن اللي حصل معاه ده كله بالنعمة، حتى موضوع المناخس اللي حضرتك بتسأل فيه. موضوع المناخس ده جسيس وائل الموضوع مهم جدا جدا، لأن في ناس كتيرة جدا ممكن تعتبر أن في عقاب من ربنا ليهم وهم بعيد عن الرب. فاتعلمنا مثل رائع جدا يمكن يكون مناسب لفكرة المناخس، ان اللي مش هيجي بالوصايا هيجي بالعصايا. تقصد ان المنخس من ضمن الحاجات اللي بيستخدمها ربنا في حياتنا؟ المنخس بكل مصداقية هي أداة، يعني هي العصايا بس ولا ممكن تتاخد بشكل روحي ان تبقى في مناخس من الحياة ربنا بينخسنا بيها عشان نفوق؟ طبعا كل حاجة ربنا بيعملها معانا، لو أنا خدت على مستوى التجارب، أنا عارف أن النهاردة اللي بيسمعونا في ناس عندها تجارب كتير متنوعة، تجارب متنوعة جدا. في ناس بتعاني من مرض مزمن سمعينا دلوقتي طبعا قدام الشاشة، في ناس بتعاني من ضيقة مادية، في ناس بتعاني من الكارثة والاضطهاد مكان عايش فيه مضطهد، في ناس بتعاني من مكان عايش فيه مش لاقي يدفع له الإيجار، في ناس بتعاني من ضعف في أمور كتيرة في الحياة. كل حد فينا أنا عارف أن عنده تجربة وعنده ألم. تمام. المنخاس قد يؤلم تدريجيا، بس عايز كمان أوضح صورة بسيطة. كان في يوم من الأيام شرحها خادم الرب الغالي الأسقف منير حكيم في إحدى عظاته، كان بيتكلم أن الناس لما بتتعرض للألم وبتتعرض للضيقة وبتتعرض للتجارب دايما كده يرفعوا عينيهم، وناس تشكو وناس تشكر وناس تتزمر وناس تبكي وناس تصارع وناس تعاني، وكأن كل الحمل رمينه على ربنا. ليه يا رب عملت كده؟ وأكيد حضرتك أخي يوسف شفت الحاجات دي في علاقتك مع الناس وخدمتك، بتشوف ناس متألمة كتيرة دايما بتشكو ربنا. أيوة. تشكوه. أيوة. يعني ليه عملت كده؟ ليه سبتني في الضيقة دي؟ علشان كده خادم الرب الجليل الراحل الأسقف منير قدم ثلاث أنواع من التجارب، أو ثلاث أنواع من المناخس، أو ثلاث أنواع من الأمور اللي بنتعرض لها في حياتنا. وحضرتك اللي بتسمعنا النهاردة أنت واحد من الثلاثة، فجال تجاربنا يا إما لطمة من الشيطان، يا إما عقاب على عصيان، يا إما تزكية من الرحمن. علشان كده خلي بالك، ممكن ربنا يكون سامح بتجربة علشان يزكي إيمانك، علشان يشدد إيمانك، يشدد ثقتك في الرب. ممكن ربنا يكون سامح بتجربة لأن أنت عاصي كيونان وواخد سكة غلط وتوجه غلط ومش سامع صوت ربنا ولا صوت التحذيرات اللي بتجيلك. الحالة دي محتاج المنخاس. لازم، علشان الإنسان يفوق لازم المنخاس. تمام. لازم يونان يجي له حد يصحيه بمنخاس يقولوا له قوم اصرخ لإلهك، مفيش فايدة. لازم يشوف منظر الأمواج اللي حواليه في كل مكان علشان تفوجه، مفيش. لازم يونان علشان يفوق يترمي في بطن الحوت، يترمي في جب الحوت أو في بطن الحوت. ففي تجربة لطمة من الشيطان زي اللي حصل مع أيوب في العهد القديم. طب نعمل إيه في تجربة لطمة الشيطان؟ إذا كنت تجرب من الشيطان فلنصرخ إلى الله. أيوة. إذا كانت تجربتك عقاب على عصيان فلنتوب إلى الله، لازم أقدم توبة. إذا كانت تجربتي تشديد وتدعيم ودعم للإيمان، أنا لازم أشكر نعمة الله. رحل الخطية المحيطة بينا بسهولة. تمام. فالمنخاس ربنا بيستخدمه أخي يوسف علشان يقدر ربنا يرجعنا ويفوجنا ونقدر ناخد سكة جميلة وعلاقة قوية مع الرب. رائع جدا يا سيس وائل. أكيد ربنا. عشان ربنا استخدم المنخاس ده أكيد كان في حاجات بولس محتاج يخلي باله منها علشان ما يكونش فيه منخاس. إيه الحاجات اللي رفصها بولس علشان أدت أن الرب يستخدم معاه المنخاس؟ أكيد في حاجات رفضها، ينفع توضح لنا؟ الرب اداني خمس حاجات ينفع أتكلم فيهم، وقبل ما أتكلم فيهم عايز أقول أن الحاجات دي اجتهاد شخصي وليس تفسير أنا قريته أو حد كمان قدم فيها خدمة، لكن عايز أقول إن ده اجتهاد شخصي ينفع إن احنا نستفاد منه
روحيا على المستوى الروحي، لكن مش بالضرورة ان حد من المشاهدين يقول انا عايز اشوف الكلام ده كتابيا، لان دي كلها اجتهادات شخصية مش هقدر أأيدها بشواهد كتابية. لكن خلونا نفكر مع بعض، ايه المناخس اللي بولس كان بيرفضها والرب بيقول له يا ابني كفاية، يا ابني حرام عليك نفسك، يا ابني انت عمال تخبط وانت مش حاسس ان بتعمل حاجة غلط بتدمرك. فانا عندي اول منخاس بولس كان بيرفضه بشدة رغم عظمة هذا المنخاس، هو منخاس سيرة يسوع المسيح وحياته على الأرض. لما نتأمل في حياة المسيح على الأرض، ولما نتأمل في كل حاجة الناس عرفتها عن يسوع المسيح، يسوع المسيح لكل المجد ما كانش شخصية غامضة ما حدش عارف عنها. بولس كان واحد من ضمن الناس اللي موجودين في المجمع اليهودي، واللي كانوا موجودين باستمرار مع مجمع السنهدريم، واللي كان دايما داخل طالع على الهيكل على بيت الرب، راجل فاهم وراجل سامع عن يسوع كويس، سامع عن ميلاده العذراوي، سامع عن حياته، سامع عن معجزاته، سمع كتير خالص عن شخصيته، أكيد سمع كتير عن الكلام اللي كان بيعمله ويبشر بيه، أكيد سمع كتير عن إقامة لعازر، ما فيش ولا واحد يهودي ما سمعش عن إقامة لعازر، أكيد سمع عن موت المسيح وعن دفنه، وأكيد سمع عن قيامة المسيح، لأن رؤساء الكهنة كان عندهم حوار داخلي حاد جدا طارئ أقاموه في يوم القيامة مباشرة. جابوا الجنود الرومان وقالوا لهم أنتوا شفتوا إيه؟ قالوا شفنا نور وشفنا القبر اتفتح وشفنا الحاجات العظيمة اللي كانت يوم القيامة. أعطوهم فلوس ودراهم واستعطفوهم عند الوالي الروماني بيلاطس علشان ما يقولوش الكلام ده. فكل الأخبار دي كانت واصلة لبولس كويس، بما أنه واحد من ضمن شعب اليهود، وبما أنه واحد موجود، وبما أنه واحد ضد المسيح، فسمع كويس عن سيرة يسوع، لكنه كان يرفض هذا المنخاس، وده أعظم منخاس ما كانش بيأثر فيه. منخاس تاني كان بولس الرسول بيرفصه وبطريقة يعني أنا مش عارف، المخ ده مرات لما يتعطل بيبقى الإنسان مش قادر يفكر. صح، بولس سمع كتير عن تلاميذ المسيح، وسمع كتير ان في بشارة شغالة. انا شبهت البشارة اللي كانت في التوقيت ده في ايام الكنيسة الاولى في اعمال الرسل 2 بعد حلول الروح القدس في يوم 50 وخروج التلاميذ علشان يبشروا باسم المسيح بعد ما كانوا هربين وضيعين وخايفين وخرجوا، قاموا ببشارة عظيمة تزعم هذه البشارة اللي نطلق عليها تسونامي البشارة. كلمة تسونامي يعني فيضان شديد عارم خارج من قلب البحر يغرق المدينة يهلك كل الشعب. لكن التسونامي ده كان غير كل اللي بنعرف عنه. التسونامي ده كان بيدخل على القبور، يدخل على الموتى، يدخل على اللي فقدوا الأمل، يدخل على الناس اللي ما عندهمش رجاء، يدخل على الناس اللي عندهم حيرة، اللي عندهم ألمات في داخلهم، اللي عندهم تساؤلات مش لاقين إجابة. تسونامي البشارة اللي اتكلم به بطرس في اليوم ده رجع للمسيح 3000 نفس في العظة بتاعت بطرس. علشان كده أكيد الرسالة دي وصلت لشاول، وأكيد الكلام ده وصل لكل يهودي، إن عندنا أكتر من 20 بلد كانت موجودة أو 20 مكان كانوا متجمعين في يوم 50، والناس دي كلها سمعت التلاميذ كل واحد بيتكلم بلغة الأصل بتاعت بلده. علشان كده سمع عن البشارة وشاف البشارة وشاف الناس اللي راجعة للمسيح، وسمع ان في آلاف من البشر. احنا اخ يوسف لما بنعمل نهضة ولا بنعمل ايام روحية، والرب يباركك طبعا على المجهود الرائع اللي حضرتك بتبذله في انك ترتب الايام الروحية العظيمة للشباب في كل بلاد مصر، ربنا يستخدمك تكون سبب بركة. واحنا بنعمل الايام الروحية دي بتبقى كده فرحتنا اخ يوسام بان في شباب راجع للمسيح، صح، وان في 50 واحد وقفوا صلوا وطلعوا عند المنبر وصلوا بالدموع وطلبوا ربنا يغير قلبهم. حضرتك اللي سمعني يا خادم الرب الغالي، لما بنعمل نهضه في الكنيسه نفرح جدا لما نشوف حد راجع للمسيح، ونفرح جدا نقول الليله دي السما
اصطادت 10 للملكوت، والليلة الجاية السماء اتفتحت وفيه 10 تاني جول للملكوت، وبنفرح جدا لما بنشوف 10 ولا 20 ولا 100 ولا 50 رجعوا للمسيح. لكن دول 3000 نفس صرخوا بصرخة واحدة، بقلب واحد، بتوبة واحدة، إعلان واحد، إننا عايزين يسوع المسيح ده يا بطرس اللي انت كلمتنا عنه، نفسنا يسكن في قلبنا ويغير حياتنا. علشان كده رجل الله بولس كان عنده منخاس سيرة حياة يسوع المسيح، رفصوا ولم ينتبه ليه. كان في منخاس تاني هو منخاس البشارة، رفصوا ولم ينتبه ليه. لكن كمان عندي منخاس ثالث وده مهم جدا، وفي مثل يعني إنجاز لنا التعبير ممكن نعبر به، مثل فلاحي شوية، ان اللي ما يشوفش من الغربال اعمى يبقى ما عندناش كلام يتقال، ان الغربال مفتوح قدامك. فانت شايف فيه علامات بتقول لك ان الطريق اللي انت بتضطهده ده طريق عظيم، وان اتباع المسيح دول عظماء، وان التلاميذ اللي انت بتضطهد فيهم دول عظماء. الطريق ده او المنخاس ده اسمه منخاس المعجزات. عارفين ان الرب بعد صعوده للسماء وبعد حلول الروح القدس على التلاميذ اعطى لهم الرب سلطان على شفاء المرضى وعلى اخراج الشياطين، لدرجه ان الناس كانت بتجيب المرضى تحطها في الطريق اللي كان التلاميذ بطرس والتلاميذ بيعدوا فيه، وهم عندهم ظن. شوفوا الايمان وصل لدرجه ايه، ان عندهم ظن ان الخيال او الظل بتاع بطرس لو حصل واحد ميت، لو حصل واحد مريض، هيقومه من المرض وهيشفيه. فالمعجزات كانت منتشرة جدا، وكل ده وهو مش حاسس، وكل ده هو يسمع لكنه مش متفاعل مع صوت ربنا، لا يبالي بالمعجزات، لا يبالي بالأمور العظيمة اللي الرب بيصنعها. روعة. يبقى المنخاس الأول منخاس إيه؟ سيرة يسوع المسيح. سيرة يسوع. المنخاس الثاني منخاس البشارة. منخاس البشارة. الثلاثة منخاس المعجزات. منخاس المعجزات. أكيد طبعا في مناخس تانية، بس في ترنيمة محتاجين نسمعها دلوقتي وبعد كده نكمل الباقي. تفضل يا حسين. وأخويا جناب الجسيس وائل وبيتكلم عن المناخس وإزاي يعني أوقات كتيرة الرب بيتعامل معنا وبيكلمنا. يعني طرقت لبالي ترنيمة افتح قلب القاسي واملك فيه، ياما سمعت كتير لما كان بيتكلم. أيوة. ياما سمع بولس وفضلت في خطاياي ورفضت التغيير وعشت في الدنيا. تعال نرنم الكلمات دي وبالأحرى تعال نصليها وإحنا بنطلب وجه الرب ونقول مع بعض. قلب القاسي واملك فيه يسوع، كنت بعيش وانا ناسي من غير اي رجوع. افتح قلب القاسي واملك فيه يسوع، كنت بعيش وانا ناسي من غير اي رجوع. كنت في جهل عنيد رافض صوتك ليا، وانت مديد للايد بمراحم سماويه. كنت في جهل عنيد رافض صوتك ليا، وانت مديد للايد بمراحم سماويه. افتح قلب القاسي واملك فيه يا يسوع، كنت بعيش وانا ناسي من غير اي رجوع. افتح قلب القاسي واملك فيه يا يسوع، كنت بعيش وانا ناسي من غير اي رجوع. يا ما سمعت كتير وفضلت في خطاياي ورفضت التغيير وعشت الدنيا. يا ما سمعت كتير وفضلت في خطاياي ورفضت التغيير وعشت الدنيا. صليها معايا. افتح قلب القاسي واملك فيه يا يسوع، كنت بعيش وانا ناسي من غير اي رجوع. افتح قلب القاسي واملك فيه يا يسوع، كنت بعيش وانا ناسي من غير اي رجوع.
إبليس رابط إيدي بسلاسل وقيود، نفسه يفضل سيدي مش عايزني أعود. إبليس رابط إيدي بسلاسل وقيود، نفسه يفضل سيدي مش عايزني أعود. افتح قلبي القاسي واملك فيه يا يسوع، كنت بعيش وأنا ناسي من غير أي رجوع. افتح قلبي القاسي واملك فيه يا يسوع، كنت بعيش وأنا ناسي من غير. قول معي الكلمات اللي جاية. وادي دموع التوبة من إنسان محتاج، إنك تيجي وتشفي تبقى النفس علاج. آدي دموع التوبة من إنسان محتاج، إنك تيجي وتشفي تبقى النفس علاج. افتح قلبي القاسي واملك فيه يا يسوع، كنت بعيش وأنا ناسي من غير أي رجوع. افتح قلبي القاسي واملك فيه يا يسوع، كنت بعيش وأنا ناسي من غير أي رجوع. هو العزيز اللي بتشاهدني، خايف عليك جدا وانت بتسمع الترنيمة دي، وكم من المرات اللي رب فيها يكلمك ويدور عليك ويخبط عليك وينجيك من الموت عدة مرات وانت قاعد على الشاشة دلوقتي. غيرك الرئتين بتوعهم اتفسدوا من شدة بعضهم عن ربنا، وهو عمال يشرب وانت لسه عمال تشرب وربنا حاطط ايده وحافظ رئتينك. غيرك الكبد بتاعه اتدمر من شرب الخمرة وانت لسه ربنا عمال يوصل لك رسالة. أرجوك عايز أقول لك العبارة اللي قالها أحد الخدام، وأنا بكلمك من قلبي وخايف عليك وبقول لك يمكن ما حضرتش الحلقة بس قاعد قدام الشاشة دلوقتي مش بالصدفة. عايز أقول لك العبارة اللي قالها حد من خدام الرب، الحق موت قبل ما تموت لحسن تموت خالص. الحق موت عن الخطية لحسن تموت بالخطية، ولما تموت بالخطية هتموت خالص في الجحيم الأبدية، والجحيم ربنا مش عايزها ليك، والجحيم ربنا ما كتبهاش ليك مهما كنت خاطي. تعال النهاردة في حلقة وانت بتقول له وادي دموع التوبة من إنسان محتاج، تعال ربنا بخطاياك وانت بتقول له يا رب أنا عايز أجع وجعة الشاطر، كفاية اللي رفضته من مناخس ربنا عمال يكلمك فيها، كفاية سمعت معجزات وزي ما أنت شفت حوادث قدام عينيك ولسه ما تغيرتش. أنت مش أفضل من اللي ماتوا مبارح، ولا أفضل من اللي على أسرة المرض، ولا أفضل من اللي حياتهم مدمرة، بس ربنا ادالك فرصة علشان تقعد قدام الشاشة. صدقني وصدقيني لازم النهاردة تكون بتجع وجعة الشاطر. سيس وائل الكلام الرائع اللي الرب بيدهولك، اللي احنا اتعلمنا ان في مناخس اترفست في حياة بولس، قلنا ثلاثة، هل في تاني؟ اكمل بس الجزئية الاخيرة في منخاس المعجزات. تمام. في حاجات كتير سمع عنها بولس، ومن ضمنها في حادثة مهمة جدا على باب الجميل عند الهيكل. كان موجود واحد اعرج من اكتر من 40 سنة. فبلا شك ان بولس داخل طالع بيعدي على الشخص ده، وانا اثق ان بولس في يوم من الايام علشان هو رجل متدين اكيد قدم مساعدات للرجل ده مره وعشرات المرات. تمام. واكيد شافه كتير واكيد كان فاهم قصته لانه من زمان يعني ليه سنين هذا. تمام. عادتها في يوم من الايام لما كان داخل بطرس ويوحنا للهيكل علشان يصلوا وتجابل معهم الشخص ده، وما فيش داعي نحكي القصة بتفاصيلها، لكن الرب أقام هذا الشخص، رب عمل معاه معجزة عظيمة جدا وترك هذا المكان وتابع الرب. تمام. علشان كده ده كان واحد من ضمن الحاجات والإشارات والإعلانات الإلهية اللي تقول لبولس أن سلطان يسوع المسيح ما زال يعمل في المعجزات. أكيد سمع عن إقامة طبيصة اللي أقامها بطرس، أكيد سمع عن الخطية اللي ارتكبها حنانية وزوجته سفيرة. أكيد سمع عن التلاميذ اللي خرجوا من السجن في توقيت كانت السجن
وكانت أبواب السجن مغلقة إغلاقا كاملا على تلاميذ المسيح، واكتشف رؤساء الكهنة أن التلاميذ برا المكان وبرا السجن. أكيد كله ده سمع عنه من المعجزات، لكن للأسف يعني رغم كل المعجزات اللي الرب كلمه فيها في قلبه كان يرفض منخاس المعجزات. عندنا كمان منخاس آخر، وده منخاس مهم جدا، رفضه شاول رفضا كاملا، هو منخاس المحبة الكاملة. عندي إعلان واضح وصارخ في كلمة الله أن تلاميذ المسيح اللي تابعوا الرب تبعية حقيقية، رغم كل الاضطهادات ورغم كل الألمات اللي اجتازوا فيها ورغم كل الأمور والحروب اللي اتحاربوا بيها من رؤساء الكهنة ومن الرومان ومن اليهود المتعصبين المتشددين، لكن رغم كل هذا يقول الكتاب أنهما رجعوا فرحين. هما بيبصوا لنفسهم وبيقولوا لربنا كده كلمة شكر، شكرا علشان انت حسبتنا ان احنا مؤهلين اننا نهان من اجل اسم المسيح. من خاس المحبة الكاملة اللي شافوا كمان في شخصية استفانوس. تعرفين اخي وسام ان استفانوس واحد من ضمن الشمامسة السبعة اللي تم الحكم عليه بالرجم، وان بولس كان فين او شاول كان واقف وماسك ثياب الناس اللي كانوا بيرجموا استفانوس. والكتاب يقول عنه لفظ رهيب جدا انه كان راضي بقتل استفانوس. وشوف معاي كده المنخاس الجميل ده، منخاس الغفران الكامل. أيوة. غير منخاس المحبة الكاملة، في منخاس تاني اسمه منخاس الغفران الكامل. أصحاح 7 من سفر أعمال الرسل آخر آية رقم 60 بالضبط، الآية دي بتقول لنا أن تيموساوس أثناء رجمه يقول الكتاب كده أنه جسى على ركبتيه ورفع صوته للسماء ورفع عينه للسماء وهو بيشاهد المنظر العجيب، المنظر المدهش، المنظر الرائع، مجد الله، ابن الإنسان قائم عن يمين العظمة في الأعالي، وهو شايف المنظر الجميل ده عمل نفس العملة اللي عملها سيده على الصليب. صرخ وصلى قدام الرب وقال له يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. من خاس الغفران الكامل. كيف يا بولس تشوف واحد بيموت وبيصلي ليك وليهم ان ربنا يغفر لكم خطاياكم؟ كيف تسمع الكلام ده ولم يؤثر فيك، لم يشكل فيك، زي ما ناس كتير النهاردة بتسمعنا، سمعت كتير عن يسوع، سمعت كتير عن معجزات يسوع، سمعت كتير ان هو الاله الحق، سمعت كتير ان هو صانع المعجزات، سمعت كتير ان هو مليان بالمحبة للبشر. أيوة. وان الناس بتحبه، ان خدامه بيحبوه بيتبعوه، سمعوا كتير عن الغفران الكامل اللي الرب اتكلم فيه واللي الرب علمه لنا انك لازم تغفر ولازم تسامح مرة واثنين وثلاثة وسبعة في السبعين، ولازم تصلي لاجل عدوك، ولازم تصلي لاجل اللي بيسيء اليك وبيطردك وبيضطهدك. كل الكلام ده الناس بتسمع عنه، لكن للأسف ما زالت الناس بترفض مناخس، ترفض صوت الله. أيوة. ترفض معاملات الله، إلى أن جاء الوقت اللي فيه كان الوقت اللي كان قابلية شاول أو كان إناء شاول استعد، في الوقت اللي فيه جت إعلانات السماء، الوقت اللي فيه نقدر نقول أن شاول ضحكت له الدنيا أو شاول اتبسمت في وجهه السماء. أيوة. وشاول هذا الإنسان العنيف العنيد اللي حامل في إيده رسائل لقتل المسيحيين وسجنهم والإتيان بهم من دمشق إلى أورشليم في طريقه، في آخر منخاس وأعظم منخاس هو منخاس اللقاء الإلهي اللي ينفع ربنا يعمله الليلة معاك، واللي ينفع ربنا يتممه الليلة معاك، اللي ينفع ربنا في التوقيت ده يعترض طريقك، يعترض أسلوب حياتك، يعترض المرار اللي انت عايش فيه مع بيتك ومع مراتك، يعترض المخدرات اللي انت بتتحرك بيها مش قادر. أيوة. تتحرك من غيرها، يعترض الأمور الجنسية الغير لائقة اللي دمرت أسرتك ودمرت بيتك ودمرت فلوسك ودمرت مالك. أيوة. علشان كده لقاء إلهي التقى. أيوة. فيه الرب، وهذا المنخاس الأخير اللي فيه الرب ظهر في نور عظيم في منتصف النهار بكلمات بسيطة جدا، شاول شاول لماذا تضطهدني؟ لكن اللي يعجبني في القصة دي رد شاول على الصوت، بيقول له من أنت يا سيد الذي أنا أضطهده؟ طبعا شاول بما أنه واحد من ضمن رجال العهد القديم ورجال الشريعة، وده كان دارس كويس خالص إشعياء 6، فاهم يعني مجد الله، فاهم يعني القدوس، فاهم يعني الحلول الإلهي، فاهم يعني إيه ربنا يظهر في المشهد، فاهم يعني إعلانات السماء. في هذا الإعلان كان عنده خلفية يهودية
خطيرة جدا، ان ده اعلان الهي، وان اللي بيتكلم ده مش انسان عادي. علشان كده قال له: من انت يا سيد الذي انا اضطهده؟ قال له: انا يسوع المسيح الذي انت تضطهده. علشان كده في رسالة بسيطة جدا، احنا هستأذنك بعد ما اقول الرسالة دي ينفع تقودنا في صلوة صغيرة من اجل الناس اللي هتعمل الرسالة دي. في رسالة صغيرة جدا هتوصل ليك النهاردة وانت بتشاهدنا. استجابة شاول للنور، واستجابة شاول للصوت الإلهي، واستجابة شاول للمعاملات الإلهية، كانت ملخصها في عبارة بسيطة جدا: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ أيوة. أنا من كلمة واحدة منك، من كلمة واحدة منك، من إعلان واحد منك، إنك طلبتني وإنك كلمتني وإنك أعلنت لي ذاتك، أنا النهاردة بقول لك: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ علشان كده وإنت بتشاهدنا من فضلك تعال غمض عينك معنا لحظات وإحنا بنصلي معاك. ارفع عينك للسماء، ارفع عينك على يسوع اللي بيحبك. أيوة. ارفع عينك على يسوع النهاردة اللي بيطلبك رب. باسمك: يا فلان، يا تعبان، يا مسكين. ارفع عينك النهاردة، اطلب نعمة يسوع المسيح إنها تغيرك. انت مش حمل إنك تدخل في متاهة مرض أو متاهة تأديب. أيوة. أو متاهة صعبة أنت بتعدي فيها. ارفع عينك النهاردة للملك، اطلب من الله إنه يتقابل معاك مجابلة شخصية. خلينا ناخد وقت صلاة. أخونا الأخ يوسف هيصلي معاك في الوقت ده، وانت مستعد لعمل النعمة إنه يشتغل في حياتك باسم المسيح يسوع. يا رب يسوع المسيح، أنا بصلي دلوقت لكل إخواتي المشاهدين يا رب، إن كلنا نجع وجعة الشاطر. أنا جاي مع أخويا المتألم، أنا جاي مع أخويا البعيد، أنا جاي مع أخويا اللي محتار، أنا جاي مع أخويا اللي فكر ينتحر من شدة البعد وقسوة قلبه، أنا جاي مع أختي المتألمة، أنا جاي مع أختي اللي أنت أنقذتها من الموت. بيوت خربانة الآن على الشاشة، ربنا بيقول لك يا اللي قاعد دلوقتي قدام الشاشة وبيقول لك الآن الرب يسوع المسيح يوصل لمرضك، يوصل لبيتك، يوصل لابنك، يوصل للخراب اللي في حياتك اللي قديله سنين. وانت بتسمعني هذه الليلة بيتك يقول عنه الرب نهاية الخراب فيه، نهاية النكد فيه، نهاية الهم فيه، نهاية الذل فيه. يا رب يسوع المسيح، اخويا اللي بتشاهدني، اختي اللي بتشاهديني، ارفعي ايديكي وارفع ايدك وقول له: يا رب ما يهونش عليك بيتي يخرب، ما يهونش عليك حياتي تدمر، ما يهونش عليك بيتي يضيع، ما يهونش عليك إبليس يستمتع بهزيمة بيتي وهزيمة أسرتي، علاقات زوجية وصلت للطلاق الرب يضمها النهاردة باسم المسيح، مرضى قديلهم سنين على أسرة المرض يقول الرب النهاردة إنه وقت الرأفة. هللويا، وقت الرأفة، قد جاء الميعاد، جاء الميعاد لبيتك يتحرر، جاء الميعاد لبيتك يفرح، جاء الميعاد للنكد ينتهي، جنة عدل الفرح يدخل بقوة عظيمة. النهاردة اوعى تيأس من نفسك، ولا تيأس من حالتك، ولا تيأس من خطاياك، موجود الرب يسوع المسيح بقوة عظيمة. أيوة أنت، مش حد غيرك. أيوة أنت يلي بتقول الكلام مش ليا، يلي بتقول الكلام للناس اللي حواليا، ربنا قعدك قدام الشاشة عشان يقول لك هذه الليلة ليلة الوقوع في يد الرب ونهاية الخراب ونهاية التعب ونهاية الهم في اسم المسيح. نؤمن بيوتنا وحياتنا وأنفسنا لك يا سيد الرب يسوع. فرحان وأنا بختم صلاتي إنك هتزور بيوت وهتحرر نفوس وتأمر بالفرح، ويتم قول المرنم يحول الكآبة لأغاني وأفراح في اسم المسيح. أصلي وأثق وأؤمن إنك تسمع وتستجيب لكل التعظيم. آمين. امسك بيدي ارحمني، وامسك بيدي، انا في حاجة شديدة إلي، انا في حاجة شديدة إلي، اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أميل أذني، اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أميل.
حزنك ارحمني وامسك بيدي ارحمني وامسك بيدي انا في حاجه شديده اليك انا في حاجه شديده اليك جازت من فوق الطياره واغرقتني الضيقات والعشب التف في راسي والعشب التف في راسي والماء عبر الى نفسي والماء عبر الى نفسي. صليها معي اقول الرب اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أميل أذنيك ارحمني وامسك بيدي ارحمني وامسك بيدي أنا في حاجة شديدة إليك أنا في حاجة شديدة إليك. مين ربي يباركك يا خسان ربي يباركك يا سيس وائل في قمة السعادة والفرح وحاسس بقوة إن الرب وسطينا وبيوصل لناس وبيوصل لبيوت والأيام اللي جاية نكون بنسمع عن بيوت اتحررت والرب زار نفوس كتيرة جدا. مين سيس وائل في مقولة بتتكتب على وسائل المواصلات كده جميلة جدا جدا يمكن يكون لها علاقة بموضوعنا يقولوا لكل مجتهد نصيب مقولة رائعة متكررة جدا عن عظمة وروعة خدمة بولس اللي انت بتتكلم عنها نفسي تعلمني درس أنا كتلميذ للرب اللي فيك أنا وإخواتي هل الخدمة العظيمة دي كانت بعد اختباره على طول ولا كان في فترة إعداد جيد وفي قعدة قدام الرب وفي سنين تعدي فيها قدام الرب ومعرفش هل اللي أنا بقوله ده يعني في فريقين في فريق يقول لك السامرية طلعت خدمت الرب بعد ما اختبرت على طول وده فريق كبير جدا جدا أهم حاجة أنت اختبرت الرب اخدم يلا ويتحط في خدمة ويمسك ويمسك مسؤوليات كبيرة جدا وفي فريق تاني بيقول الرب عشان يعد موسى خلاه في البرية فترة إعداد 40 سنة طبعا وكان بيخلي يوسف في السجن 13 سنة طبعا يعني في حد كان كاتب عبارة خلع الرب الإخواته قطعوا القميص الملون والرب كان بيعد القميص الملكي بس في فترة إعداد القميص الملكي ده كان قاعد 13 سنة مش عايز أعوم منك في السؤال لأن أنا برغي كتير وأنا عارف فعلمنا بقى هل خدمة بولس العظيمة دي نمشي في أي اتجاه نمشي في الإعداد اللي بعد الخدمة ولا نمشي في خط السامرية؟ شكرا يا أخ يوسف لكن احنا حقيقي اللي بيعلمنا كلنا الرب يسوع المسيح والروح القدس اللي ساكن فينا فكل الأقوال اللي بتخرج من أفواهنا هي مصدرها الروح القدس وبما أن الروح القدس ساكن فينا جميعا أنا نفسي حضرتك اتعلمنا بالروح القدس قبل ما أنا أتكلم حضرتك بتشاركنا في مرة بموضوع مهم جدا أنا نفسي تكلم كمان فيه المشاهد الكريم في شخص عزيز على قلوبنا كلنا أبونا متى المسكين ففي مرة حضرتك كنت وصلت لي تعليق مهم خالص خاص بفكرة الإعداد للخدمة ازاي نعدل للخدمة وازاي نقعد قدام الرب عشان نتجهز وعلشان نطلع نخدم الرب فانا اللي استاذنك حضرتك تكلمنا وبعدين انا هتكلم معاك في حاجه بسيطه من خلال شخصيه بولس الرسول انا هشرح لك طبعا اللي انا قريته وتخضيت منه وعايز تعليقك على اللي قريته كان كتب الاب متى المسكين في كتاب اسمه حبه الحنطه كتب وقال
ليس مهم فقط أن يكون الخادم مؤمن قبل أن يخدم، ولكن يوجد خطر عندما يتسرع الخادم في حمل مسؤوليات روحية قبل الامتلاء بالروح القدس. تمام. وشرح أن الامتلاء بالروح القدس ده مهم جدا وبياخد سنين. وفي موضع آخر في أحد الكتب بتاعته الرائعة قال أني أنا مش بوافق على رسامة الرهبان للأسقفية. فكان معروف الأب متى المسكين من أكتر الناس اللي الراهب اللي بيدخل عنده بيتعلم صح، ويكون من أكتر الناس كفء أنه يكون بيقود شعب الرب بكل أمانة. أيوة. فلما راحوا له قالوا له ليه أنت مش بتوافق؟ قال لهم أنا ما عنديش حد ينفع، لأني أنا بيجيني طالب الرهبنة أعلمه كيف يصلي في 5 سنوات. أيوة. وأعلمه كيف يصوم في 5 سنوات. وأعلمه كيف يتوب في 5 سنوات، ثم أعلمه كيف يقرأ الكتاب المقدس في 5 سنوات. وقال العبارة المرعبة: وبعد 20 سنة خدمة من التلمذة، بعد 20 سنة التلمذة أقول بخجل لدي راهب مبتدئ في العلاقة مع الله. كلام عظيم وكلام ثمين ويقدر، علشان كده كان لازم نسمع الكلام ده، لأن أنا فعلا سمعت الكلام ده أثر فيا من الأخ يوسف. إحنا مرات كتير بنخلط ما بين اذهب وخبر بكم صنع بيك الرب ورحمك، وما بين خدمة الرب والمسؤوليات وحمل النير وحمل ثقل الخدمة. أيوة. علشان كده لازم نفصل ونفرج ما بين الخلط أو ما بين الموضوعين، السامرية وغيرها ومجنون كرة الجدريين وكل الأمثلة والنماذج اللي الرب قال لهم اذهبوا خبروا بعد العمل الإلهي والشفاء مباشرة، اذهب خبر بكم صنع بيك الرب ورحمك. طبعا دي دعوة ان احنا كلنا مدعوين نخدم الله، نكلم الناس عن المسيح، لكن احنا هنا بنتكلم عن المسؤوليات الخدمية. أيوة. بولس كان مسؤول عن كنائس، بولس في نهاية الرحلة بتاعته هنكتشف إن هو أسس أكتر من 20 كنيسة في أكتر من 20 بلد، خدم الرب وكان تحت إيده في قادة وفي ناس بتتعلم منه. علشان كده في فرق بين إن أنا أخبر وأقول المسيح غيرني وأكلم الناس عن الشخص اللي غيرني، وفي فرق بين إن أنا أتحط في موضع مسؤولية كبيرة ربما أعسر الآخرين وأنا أتعسر، وربما فشلي يكون سبب في ضياع ناس كتير حواليا. علشان كده لازم ناخد بالنا كويس ان في حاجة اسمها الاعداد الالهي. تمام. وده مش ضد البشارة بعد ما اختبر نعمة الله على طول. خلص، ده تكملة، ده اكتمال للصورة. تمام. الله يعد الاناء، يجهز الاناء. علشان كده احنا كنا فاكرين ان يوم ما بولس اتجابل مع الرب يسوع في طريقه لدمشق، وان هو ذهب قعد 3 ايام اعمى لغايه ما جاله حنانيه وحط ايده عليه وصلى له وسقطت قشور من عينيه، فكرنا ان في الايه اللي جت بتقول ان هو خرج الى دمشق وابتدا يخبر عن يسوع المسيح ان بولس بدا خدمته. لكن لما نكتشف مع بعضنا ان قبل ما يبتدي بولس الخدمة بتاعته نزل في مكان اسمه العربية أو الصحراء العربية، والمكان ده هو جنوب فلسطين وشمال السعودية في المنطقة الوسطية دي. قعد في المكان ده 3 سنين، وبحسب ما استنتجنا من كلمة الله بيعمل ايه بولس أو شاول في ال3 سنين دول؟ ما تطلع تخدم الرب، اطلع كلم الناس، ما انت شايف الوضع حواليك، ليه تستنى 3 سنين يضيعوا من عمرك؟ ليه ما تشتغلش؟ ليه ما تمدش ايدك؟ ليه ما تخدمش؟ ليه ما تكرس باسم المسيح؟ ايه اللي قاعدك 3 سنين في العربيه؟ لكن كل اللي اكتشفناه ان بولس في التوقيت ده كان عايز يطلع باختبار. ايه هو الاختبار او النتيجه اللي طلع بيها بولس بعد ال3 سنين دول؟ بحسب راي جميع المفسرين اللي اتفقوا على ذلك ان بولس قضى ال3 سنين دول ماسك في ايديه العهد القديم، واخده ايه ايه، وعايز يقول للرب يسوع المسيح أنا عايزك في كل آية بقراها في العهد القديم اظهر لي حضرتك فين، أنت فين، جلالك فين، مجدك فين في الكلام ده. خد العهد القديم كله، احتضن العهد القديم واكتشف من هو المسيح. وكان الاكتشاف المذهل اللي خرج به بولس في ال3 سنين دول أن يسوع المسيح الناصري هو المسيح الآتي إلى العالم، ودي كانت أعظم اختبار وأعظم شهادة. لكن الغريب ان بعد الفترة دي بعد ال3 سنين نزل الى اورشليم علشان يبدأ الخدمة بتاعته. قعد في اورشليم كام يوم؟ 15 يوم.
وفي ال 15 يوم فكر ان الخدمه بتاعته خلاص بدات وهينطلق على كده. كان التوقيت ده ما بين سنه 39 لسنه 43. في سنه 39 بعد ما رجع من الصحراء العربيه وابتدى يخدم، هاج عليه اليهود وراح بسرعه بطرس قال برنابا ده ما ينفعش يقعد هنا تاني، لو قعد هنا تاني اليهود هيقتلوه. الناس ما كانتش مصدقه ان شاول الطرسوسي اللي كان بيعمل ويعمل النهارده جاي يكلمنا عن الطريق عن يسوع المسيح. هربوه بسرعه وخدوه ودوه فين؟ ودوه طرسوس. قعد في طرسوس من سنه 39 لسنه 43 ميلاديا، حوالي 5 سنين في طرسوس. بيعمل ايه هناك؟ يتعد يعد بيجهزه ربنا. قاعد في المكان ده لأجل الإعداد الإلهي لشخصية شاول هذا الخادم العظيم الرائع. ما نعرفش كان بيعمل إيه في طرسوس هناك، لكن كل اللي نعرفه أن كان في وقت إعداد إلهي ليه. أنا بتخيل كده أن الوقت اللي فيه 5 سنين انتظار وقالوا له ما تتحركش من هناك غير لما حد يروح يستدعيك ويجيبك، وهم فعلا بعتوا له برنابا جاله ونزل بيه علشان يكمل الرسالة. وهو قاعد في الوقت ده أنا بيتخيل ليا أنه بيتساءل، طب أنا اختبرتك وعرفتك اطلقني للخدمة. في الحروب زمان كانوا بيستخدموا حاجة اسمها القوس، فالقوس دايما يتحط فيه السهم، ويقولوا كده أن كل ما شديت القوس للخلف كل ما كانت انطلاقته أقوى وأسرع. فالرب خد بولس في صحراء العربية 3 سنين، في طرسوس 5 سنين، علشان يشد السهم لأقصى بعد في الخلف علشان يتمم ليه كل ما تبقى من الإعداد، لأن الرسالة اللي قدام شاول أو بولس هي رسالة عظيمة جدا، عايزة بطل، عايزة رجل يعني من حديد عشان يقدر يتحدى الواقع والزمن. طب قول لي يا جسيس وائل بسرعة عشان الوقت، لأن احنا قدامنا 17 دقيقة بالضبط والوقت الكلام الحلو بيخلص بسرعة. فالسنين اللي انتظرها دي قدام الإعداد وفي فترة الإعداد كان ليها ثمر ولا كانت عبارة عن ضياع وقت لاستخدامه زي ما بيعتبر البعض؟ ما عندناش، واحنا مع الرب يا خادم الرب، طول ما الرب قال لك اثبت في مكانك واهدى في مكانك ومفيش خدمات ومفيش تحركات لا تنزعج، شوف ربنا عايز منك ايه، اقعد قدام الرب اسمع الرب، لو في حاجة عطلتك أمر معين عطلك عن الخدمة اقعد قدام الرب واسمع صوت الرب. في وقت معين ربنا هيستدعيك، السماء تستدعي أبطالها في الوقت المعين للاستخدام، ودي مش أوقاتنا، دي أوقات الرب. علشان كده في سنة من السنوات سنة 43 اتوجه أخونا الحبيب برنابا لمكان اللي كان موجود فيه بولس أو شاول في طرسوس، وجاه بيه رجع بيه على بلد اسمها أنطاكية سوريا. احنا عندنا 2 أنطاكية في العهد الجديد، أنطاكية بيسيدية ودي بلد كان بيبشر فيها بولس، لكن هما رجعوا على أنطاكية سوريا وخدموا في البلد دي لمدة سنة كاملة. وفي البلد دي ربنا أمر أو السماء أمرت أن المسيحيين اليهود المسيحيين اللي أمنوا بالمسيح يطلق عليهم المسيحيين أولا في أنطاكية سوريا في التوقيت ده في البلد دي في السنة دي. ابتدوا يخدموا الرب، خلصت أول سنة وابتدأ بولس بالرحلة التبشيرية الأولى اللي الرب قاده فيها اللي كانت من سنة 45 لسنة 48، وفيها ربنا أرسله إلى قارة آسيا وبشر بولس هناك في قارة آسيا الصغرى، خد منتصف القارة أو قرابة منتصف القارة لغاية ما وصل رسالة المسيح لبلاد كتير جدا في رحلته التبشيرية الأولى، ثم رجع إلى أورشليم. وكانوا فرحانين بيه بعد عودته في الخدمة الرائعة الجميلة اللي كانت في آسيا الصغرى. طبعا آسف أن أقول لك ما كانوش فرحانين، ده كانوا مجهزين له محاكمة صعبة جدا أطلقوا عليها مجمع أورشليم الأول. يا ريته رجع لجا حد بيرحب بيه، يا ريته رجع لجا حد بيقول له شكرا يا بطل على تعبك، شكرا يا خادم الرب على المجهود الرائع اللي انت بذلته. ان كان حد بيسمعنا النهارده زي بولس راجع فرحان من رحلته، راجع فرحان من البشاره، راجع فرحان من استخدام الرب ليه، ورجع اصطدم بان القيادات بتاعته عاملين له محاكمه. ايه فحوى المحاكمه دي؟ المحاكمه دي كانت سنه 49، رجع لجي الكنيسه مجتمعه وعامله محاكمه لبولس لانه اخطا في 3 اخطاء، ونفس الاخطاء اللي احنا برضه بنحارب بيها بعض في الايام دي. أول خطأ أنت أخطأته وأول بند في الخطأ بتاعك التحزب. إيه التحزب؟ كيف تبشر الأمم؟
احنا المفروض البشارة تبقى لليهود، ليه رايح للأمم؟ الخطأ الثاني اللي هم شايفينه خطأ وعملوا المحاكمة لبولس علشانه هو الشكليات. يعني ايه؟ كيف لا تأمرهم ان ينفع نرجع للمسيح ولا يختنوا؟ لازم الختان، الختان الجسدي، ما ينفعش يكونوا مسيحيين بدون ختان. الأمر الثالث في القضية وفي المحاكمة، الأمر ده خاص بالطقوس، كيف لا تعلمهم شريعة موسى؟ ودول كانوا ثلاث تهم مجهزينها الكنيسة بعد الرحلة التبشيرية الأولى لبولس. لكن احنا نشكر الرب لأن كان يعمل عمل الله. الله يدعو اليهود ويدعو الأمم ويدعو البوذيين ويدعو كل إنسان على الأرض. الله لا يهمه الشكليات، الله يهمه القلب. الله أيضا عندما يدعونا يسوع المسيح مش بيهمه أن أنت هتحفظ كد إيه، أكتر ما يهمه أن اللي أنت بتحفظه ده بيغير في حياتك ولا مش بيغير في حياتك. علشان كده عدت المحاكمة، لأن كان بطرس في التوقيت ده عنده نفس الإشكالية دي، أن كان عنده مجابلة كانت مع كرنليوس، كرنليوس راجل أممي وبطرس راح بشره، فالموضوع عدى بسلام والأمور خلصت على خير لغاية ما تحرك بولس في الرحلة التبشيرية الثانية اللي خد فيها قارة أوروبا لغاية ما وصل بلاد اليونان وابتدى يكلم قارة أوروبا وبلاد اليونان ووصل الرسالة في رحلته التبشيرية الثانية ما بين سنة 50 لسنة 53. لكن كمان الرحلة التبشيرية الثالثة اللي جام بيها بولس الرسول اللي كانت من سنة 53 لسنة 57، جنب الرحلة دي لغاية آخر موقف حصل معاه بعد الرحلة التبشيرية الثالثة سنة 57، وهو القبض على بولس وسجنه في سجن قيصرية الأول، وده أول سجن ليه، قعد فيه لمدة سنتين من سنة 57 لسنة 59 وهو في سجنه الأول سجن قيصرية. وفي المكان ده أو في المدة دي طبعا مش هينفع أن احنا نخلط ما بين هذا السجن وبعض السجون الأخرى اللي دخل فيها بولس. يعني في حتة قبل ما نسمع ترنيمة في السؤال ده هسأله لك وهسيبك تكمل بسرعة شديدة جدا، خادم حلو زي بولس وعظمة خدمته وروعته، إزاي ربنا يسمح له بالسجن؟ عدد كبير جدا دلوقتي من المؤمنين متألم بسبب ظروف صعبة جدا وعنده تساؤل، ليه ربنا يعطل خدمتي؟ ليه ربنا سمح لي بالألم؟ ليه ربنا سمح لي في سجن اسمه سجن المرض، وفي سجن اسمه سجن الاحتياجات المادية، وفي سجن اسمه سجن الانتظار سنين طويلة على نسل؟ الناس اللي موجودة في السجون دي هل من الحكمة أن ربنا يحط بولس في سجن ويستخدم سجون كتيرة في حياتنا كمؤمنين؟ هل ده لخيرنا ولا؟ طبعا كل خطوة في حياة المؤمن لازم تكون محسوبة ومدروسة كويسة من قبل السماء. مفيش حاجة بتحصل في حياتنا صدفة، مفيش حاجة يا حضرة الخادم بتحصل في حياتك وانت حاسس بانك متروك من ايد الرب، لكن كل حاجة بترتيب عظيم. بولس اتسجن في سجن قيصرية سنتين، واتسجن مرة تانية في سجن روما في رحلته الرابعة لروما اللي راح فيها ليقف ويرفع دعواه لقيصر ويقف أمام نيرون الحاكم المستبد الظالم. اتسجن في روما هناك لمدة سنتين في بيت استأجره لنفسه وتحطت عليه حراسة. لكن خلي بالك ان في وقت السجن ده بولس يكتب أعظم رسائل الفرح، يكتب لينا رسالة أفسس وفيليبي وكولوسي وفيليمون. ولاحظ يا أخي يوسف ان هو بيكتب في رسالة فيليبي ان كانت 4 أصحاحات، لكن خلي بالكم ان ذكر اسم المسيح في رسالة فيليبي لوحدها 37 مرة، يذكر 4 إصحاحات في 4 أصحاحات 37 مرة، وهو بيتكلم عن الفرح وعن الثقة في الله، وبيتكلم عن النصيب في الإله، وبيتكلم عن الخلاص في المسيح يسوع. خد رحلة جميلة اسمها رحلة الفرح، وكأنه جوه السجن بتاعه قلبه مليان بالأفراح وقلبه مليان بالسلام. علشان كده ما تزعلش من السجن، لأن السجن مرات يكون مكان لهدوءك وراحتك وإنك تتمم مشيئة الله في حياتك. ربي يباركك، ربنا يخليك، بارك عمرك. تفضل يا اخوي. نرنم ترنيمة فيها الخادم بيبص على الرب رغم كل المشقات والصعوبات ويمكن خذلان الناس وازاي الكنيسة كانت بتجهز له مجمع وبتهاجمه. نرنم فيها كتاب الأخ منسى يوسف وقال كده: لولا طلت وجهك ليا ما كان فيها شيء بيسر، نورك نوري وانت سروري، حضنك ليا ده داري وسوري.
فحياتي مر دونك طعم جاف ومر لولا طلت وجهك لي ما كان فيها شيء بيصر لولا طلت وجهك لي ما كان فيها شيء بيصر قدامنا يا جسيس وائل بين الوقت 6 دقايق آخر سؤال هسأله لك وبعد كده حضرتك هتلم لينا الموضوع وتجدب رسالة في الوقت ده وتصلي إن كل الرسائل اللي سمعناها ربنا يفعلها ونكون بنختم الحلقة. قلت إن بولس كان بيفرح في وسط السجن ومعنى كده إن الإنسان عنده إمكانية يفرح في وسط الألم. في عجالة سريعة قدامك حوالي الوقت قدام حضرتك نفسي تدينا ازاي المؤمن يفرح في وسط السجن بالرغم من الظروف الصعبة اللي ممكن ما تتغيرش لكن ربنا يقدر يغيرني وافرح بيها. مقولة جميلة مأثرة في حياتي من زمان ان كل بنو الله او كل ابناء الله لا يوجد فيهم انسان بلا ألم بلا تجربة. تمام. حتى الابن العظيم الوحيد مكتوب عنه رجل اوجاع مختبر الألم ربنا يسوع المسيح. الكتاب يعلمنا فيما قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. علشان كده مفيش إنسان بلا ألم. طبعا. لو احنا فكرنا في لحظة من اللحظات أن الحياة هتمر بلا ألم أعتقد ده كلام ضد كلام الكتاب. الكتاب يعلمنا بضيقات كثيرة ينبغي أن تدخلوا ملكوت السماوات. علشان كده وإحنا بنعدي في السكة في ألمات بس عايزك تتشجع ما تقفش قدام الآية دي وقفة المتحسر واحد عنده حسرة على الكلام لكن نفسي تتشجع النهاردة. الكتاب يعلمنا بفم الرب الطاهر في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. في المسيح الغلبة. بولس اتألم كتير عانى كتير وعايز أقول لكم على نهاية مؤسفة حصلت لبولس سنة 67. السنة دي كانت سنة أليمة على الكنيسة لأن في السنة دي الكنيسة سفرت 2 للسماء هما بولس وبطرس الرسول. الاثنين دول ماتوا على ايدين الحاكم الظالم نيرون لانهم اتهموا او اتهموهم بانهم هما اللي كانوا سبب في حرق روما. علشان كده مات بولس
واتقطعت راسه بالسيف، ومات بطرس مصلوب منكس الرأس. وطبعا الرب استقبلهم استقبال عظيم في السماء لأنهم خدموا الرب بأمانة. علشان كده ممكن تجتاز في ألم، لكن خليك فاكر كويس أن داود بيقول ويشجعنا في وادي ظل الموت: لا أخاف شرا لأنك أنت معي. أنت موجود في الوادي، أنت موجود في وادي ظل الموت، أنت موجود في وادي الألم. ربنا يشددك ويشجعك، اخدم الرب بأمانة، امشي مع الرب بصدق وبأمانة، كمل في خدمتك، اوعى تتعطل، والراجل الأمين كثير البركات. أمين. الرب أمين. يباركك. ممكن تصلي لنا صلوة قبل ما نسمع آخر ترنيمة؟ أمين. باسم الرب يسوع المسيح بصلي إلهي لأجل كل نفس متألمة، لأجل كل نفس تشعر بالخزلان وخيبة الأمل. بصلي باسم المسيح النهاردة تمسك إيدين الساقط والعاسر والمكسور والمتضايق، واللي شايف يا رب نفسه مكروه من الوسط الخدمي أو من الوسط الكنسي، اللي شايف نفسه بيضطهد ويفتري يا رب على أولادك، على بناتك، على خدمتك، على البشارة، باسم الرب يسوع المسيح. ليلة تغيير عظيمة النهاردة لرد الخطاط، عمل النعمة يعمل فيهم، وليلة تأثير وتغيير عظيمة لكل واحد شاعر بفشله النهاردة باسم الرب يسوع المسيح. لتكن أقوال فمك وكلمات قلبك يا سيدنا الرب وكلمات النعمة والشريعة سند لينا في البرية. أنا بصلي تذكر كل حد بيصلي معنا النهاردة، وكل حد رفع قلبه بمشكلته وببلواه المحرقة وبأزمته اللي بيعدي بيها باسم الرب يسوع المسيح. شفاء ولمسة خاصة للجميع يا رب، لكل من بيصلي معانا في الوقت ده باسمك بنصلي، واحنا واثقين انك بتسمع وتستجيب، ولكل المجد. امين. شكرا خالص ليك جناب القسيس وائل واخويا يسام على الكلام الرائع اللي سمعناه وتعلمناه. اخوات المشاهدين، كنا نتمنى ان الرب يدينا من وقت، بس الوقت جرى بسرعه، وكنا نفسنا نستمتع اكتر بخدام الرب بكلام الرب وتسبيحات الرب، لكن علشان الوقت في حلقات جديده جايه رائعه وممتعه. شكرا لكل اخواتي المشاهدين، وشكرا لجمعيه خلاص النفوس بني سويف اللي بيوزع منها الاجتماع البرنامج الاسبوعي يعود فيحيينا. وكمان اشجعك بكره تحضر برنامج صفحه جديده الساعه 6:30، ربنا هيكلمك وفي كلام مهم جدا جدا من الرب ليك. اتشجع، والرب هيدينا الأيام اللي جاية حلقات عظيمة. الرب يحميكم ويبارككم، الرب معكم. آمين.